بس ده القلم. أي. جماعة تخيلين ما عندهم أقلام، تخيلين بس يكتبون بال بال بالحبر. آه هذا جاب. وش جبت؟ يا الله، اصبر اصبر اصبر، ما في أقلام نهائي، ما في أقلام، بس هي هذه. معقولة يا جماعة احنا في القرن الآن 21 ما يوجد عندهم أقلام؟ راح فرح توقعت يجيب لي قلم حبر، جاب لي هذه أيضا. ما في أقلام عندهم، يقولون ما في. وهذا مسجدهم عريش. لا إله إلا الله، يا الله. قسم بالله ما عندهم أقلام، أنا أقسمت حسب اللي أنا شفته، ما عندهم أقلام. قلمهم هالأداة والحبر، يغمسونها ويكتبون. أنا شفت كثير في أفريقيا وشفت المآسي، لكن أني أشوف أطفال ما عندهم قلم، كم قيمة القلم عندنا يا أخوان؟ كم تكفون كم قيمة القلم؟ يعني أنا ممكن بوجبة واحدة في الكويت قرى كاملة ترسى أقلام، أو وجبة في أي دولة ثانية. أنتم متخيلين وجبة ماكدونالدز ولا أي مطعم ثاني تترس القرى هذه أقلام؟ احنا عايشين بعالم ولا